فتحت مؤسسة الشهداء اليوم مقبرة جماعية جديدة بالتعاون مع الطب العدلي في الموصل، تضم رفعة مغدورين أعدمهم تنظيم داعش عام 2014، ويعتقد أنهم قد كانوا من نزلاء سجن بادوش الذي سيطر عليه التنظيم بعد احتلال المدينة. هذه مقبرة تحمل جثمان شهداء بادوش التي تم قتلهم على يد التنظيم داعش الإرهابي. لحد هذا اليوم تم رفع 123 جثة ورفعها ونقلها إلى بغداد لغرض مطابقة الDNA ومعرفة هوية هذه الجثة وعائدتها. يوجد في نينوى قرابة 90 مقبرة جماعية لم يفتح منها حتى اليوم سوى عدد قليل جدا. أما عن أسباب تأخر فتحها فقد قالت مؤسسة الشهداء: هذه التعقيدات متأتية كون أعداد المقابر أعداد كبيرة وأعداد الضحايا كبير أيضا، وكثير من المواقع توجد في مناطق نائية ومناطق صحراوية، كذلك تشهد بعض الخروقات الأمنية. هذا كله وأيضا يضاف إلى هذه الصعوبة صعوبات أخرى تتعلق بضعف أو انعدام التخصيصات المالية إلى مؤسسة الشهداء لغرض إنجاز هذا الملف الكبير. أكبر المقابر الجماعية في المحافظة هي الخسفة والتي تقع جنوب مدينة الموصل، ويوجد فيها بحسب شهادات العيان آلاف جثث الضحايا من أبناء المحافظة. أما محافظ نينوى فقد قال أن هنالك آلاف العوائل تنتظر معرفة مصير أبنائها وتعيش بقلق دائم. احنا بالمحافظة نينوى عموما عندنا عشرات المقابر الجماعية اللي خلفها تنظيم داعش الإرهابي، ولذلك من هذا المكان أيضا احنا ناشد الأمم المتحدة، ناشد المنظمات الدولية أن تساعدنا في سبيل فتح كافة المقابر الجماعية، المئات إذا مو الآلاف من العوائل عندها مفقودين، وهذه العوائل لحد الآن عايشة في قلق. وبحسب مفوضيات حقوق الإنسان فإن ملف المقابر الجماعية مهمل من قبل الحكومة العراقية، ولا يوجد أي اهتمام حقيقي بعوائل المفقودين رغم مرور سنوات على انتهاء عمليات التحرير. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.